للتعليق حول هذا الموضوع ينضم معنا من جازان المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي. مهندس أحمد، أهلا بك معنا في نشرة الخامسة من الإخبارية. ما هي الإجراء أو ما هو الإجراء الذي اتخذتموه في هذه الحالة مهندس أحمد؟ يا أهلا وسهلا أستاذ وليد، وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمشاهدات. المقطع طبعا ظهر وانتشر مساء البارحة على الساعة 11:30 مساء، وعلى الفور تواصلت مع مدير شرطة محافظة صبيعة للتنسيق معهم بهذا الخصوص، ووجهت وحدة الحماية بالفرع لمباشرة الحالة فورا مع الشرطة لضمان سلامة الفتاة وأبنائها، وتم الاستماع لأقوالها وشكواها في مقر الشرطة بعد منتصف الليل بحضور وحدة الحماية. وضعه لله الحمد مستقر وحالته الصحية جيدة، وكذلك أبنائها. طبعا احنا نهدف بعد ذلك إلى ضمان حماية الفتاة حين الانتهاء من إجراءات التحقيق. طلبت الاستضافة في منزل أختها المتزوجة التي تسكن في بيت مستقل عن أهلها، وتأكدنا من عدم وجود أي ضرر عليها في هذا المنزل. طيب، ونتابع ذلك الوضع. طيب مهندس أحمد، هل ما تعرضت له من عنف، هل هو عنف لفظي أم جسدي؟ الحقيقة يعني إلى الآن لم تتضح الصورة بشكل كامل. إحنا بدأنا يعني طبعا مساء البارح سمعنا لها، هي يعني تشير إنها تعرضت للضرب. إحنا حاولنا أن نأخذها للمستشفى لإجراء الكشف الطبي لكنها رفضت. الآن طبعا هذه الإجراءات هي لدى الجهات الأمنية تحقق فيها، ونحن نعني أو نعنى الحقيقة بدراسة الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة لتحديد الأسباب التي أدت إلى ليدا والعمل على معالجتها. شكرا جزيلا لك المهندس أحمد القنفذي، كنت معنا من جازان متحدثا عن حالة العنف الأخيرة في منطقة أو مدينة صبية. شكرا جزيلا لك.